عبد الهادي جدان المسؤول على الشباك رقم 12 بالمحطه الطرقيه بني ملال. في هذه الحاله تنعيشوا فرحه عيد الاضحى المبارك، وهذه المرحله تتعرف واحد الرواج اللي هو مشهود وديما الناس تيتسناوه، النقاله المستثمرين تيتسناوه، المسافرين كذلك تيتسناوه، لان تيتحولوا باش يمشيو يعيدوا مع والديهم مع عائلتهم. ولكن المشكل اللي تيطرح هو ديال الزياده في الاثمان. فاش نطرحوا الثمن ديال الزياده في الاثمان، خص المواطن يحلل ويناقش علاش تتكون هذه الزياده في الاثمان. الزياده في الاثمان تتكون لان تعويض التحركات ديال الحافلات اللي تيمشيو وتيجيو بالخاوي، لان الرخصه تتعطى يمشي عامر ويجي خاوي. هذه هنا تتعطي القانون، الدوله تتعطي واحد 20% ديال الزياده. هنا كاين مشكل ديال ارتفاع الاثمان مرتبط بالمشكل ديال الزياده في الاسعار. المحروقات راه طالعه طلعه صاروخيه، راه 100% الزياده، راه المازوت كان تيدير 7 دراهم فاش كانت تعطاتنا الطريفه باش حنا باقيين ملتزمين اللي خدامين بها. راه خارج هذه الفتره تنخدموا حنا بقل من الطريفه، فهذه الفتره هذه تنحاولوا نطلعوا على الاقل نوصلوا للطريفه. تتكون بعض الزيادات طفيفه في بعض المدن، في حاله بحال دابا نهضروا على بني ملال، بني ملال ما عندناش بني ملال، لان في هذه المرحله حنا بمركز مستقبل، الناس يدخلوا يجوا يعيدوا مع ولادهم. ولكن فاش تولي مركز طارد مورا العيد، هنا تنعيشوا حنا هذه الحاله. ولكن راه ما تنقول للمواطنين وتنقول للمسؤولين، راه ما عندناش حنا ديك الزياده المهوله اللي يبقاو يهضروا عليها. حنا عندنا اثمنه تتكون 20% 20% هي اللي تتزاد كتعويض لدوك الحافلات كما سبق لي قلت اللي تيمشيو بالعامر وتيجيو بالخاوي. بالنسبه للموضوع ديال الدعم، الدعم هذا مشكل، لان الدعم ديك 7000 درهم اللي قررت الحكومه باش تعطيه للمستثمرين النقاله راه لا تشفي الغليل. 7000 درهم راه ما هي الا مصروف ديال يومين ولا ثلاث ايام، تعويض ديال يومين ولا ثلاث ايام. راه كاين الحافلات اللي تتزاد عليهم 3000 درهم 4000 درهم في الفواياج. هشام قابض بالشباك رقم 3 الاتجاهات اللي عندنا للصحراء الرشيديه الريصاني قلميم طنطان مراكش، حاله عاديه دابا ما كاين لا زيادات لا والو، الحاله عاديه. الاثمنه هي الاثمنه نفس الاثمنه اللي كاينه اللي في الطريفه هي اللي كاينه هذه الساعه، رغم الزيادات في الغازوال وداك الشيء الحاله باقا عاديه، لان ما كاينش شي ضغط دابا هذه الساعه هذه، مازال ما كاينش شي ضغط اللي باش غيكون مثلا لي سيبليمون ولا تكون زياده في الطريفه ولا شي حاجه. هذه الساعه ما كاين والو، عاديه الحاله عاديه. المتوسط بالنسبه لبني ملال كتستقبل كتدخل حتى من مورا العيد ان شاء الله، عاد كتخرج هي من مورا العيد ان شاء الله، عاد كيكون فيها اقبال بالزائد. اخويا على الناحيه ديال الاقبال على حسب البلايص في بني ملال، راه القضيه تتكون ناقصه، وعلى حسب لي بري اخويا، راه البري عادي، راه بحال دابا الثمن ديال البركان حنا اللي كنا تنقطعوا نورمالمون الطريفه اللي كاينه 145 درهم، حنا تنقطعوا دابا ب 150 درهم. الناظور عندنا 130 درهم في الطريفه تنقطعوا ب 130، الرباط عندنا 90 درهم تنقطعوا ب 100 درهم، كازا عندنا 60 درهم تنقطعوا ب 70 درهم، والمازوت راه داير 16 درهم. عندنا دابا الكار حنايا تيمشي من بني ملال تالناظور كان تيدير 80000 ريال ديال المازوت، دابا مع هاد الزياده هادي ديال الدوبل كانت 8 درهم، دابا والله على حال 16 درهم، راه ولا داير راه على حال 145000 ريال اللي تيدير. الكار تيمشي تالناظور وتيجي كان تيشيط واحد 1000 درهم، ولا مول الكريمه تا هو تيتعاون تيخلص الكريمه تيخلص بنوات تيخلص سائق المساعد، دابا راه ما تيلقاش باش يخلص. دابا راه تيمشي وتيجي داكشي لا يشيط ليه ويخلص به ويصوب به الكار ويدير ديالو، راه تيزيدو في المازوت ما كاينش. حتى الخدامه دابا راه كاين الشيفور اللي تيمشي مسكين ما عرفتها لينو تيجي ما تيشيطش ليه، مول الكار ما تيشيطش ليه باش يديه هو. وتا قال لك داروا لهم المساعده 7000 درهم في الشهر، الا جينا نقسموا 7000 درهم الكار تيمشي وتيجي زدتي عليه في الديبار الي روتور زدتي عليه 2500 درهم، وانت عطيتيه في الي روتور قسمنا 7000 درهم على 30 يوم، راه تعطينا 25000 فرانك و500 ريال، تضربها في يومين تجيك 11000 ريال، هو زيد عليه 50000 وعطيه 11000. هي والو، هي ما هي ما كاينه حتى حاجه، ما كاين لا دعم لا حتى حاجه، وما راه صحاب الكيران راه مقيوسين، وحنا الخدامه معاهم حتى حنا راه مقيوسين، والله يشوف من الحنا. ما بقيناش نشوفوا الكوي ديال السخونيه، ولينا تنشوف غير الكوي ديال المازوت، لا نطيحوا اون بان ولا شي حاجه ولا. واحد الحاله عاوتاني عمرناش شفنا الناس واقفين في الطرق وهذه اللبده الى تال دابا.
وطوموبيل كلاس مرسيدس وتيشي لك تيقول لك الله والديك زيدني ستاسيون تقاد ليا المازوت، ما عمرها ما كانت كاع. والانسان تخلي الطوموبيل ولا كار ولا شنو تسرع على الماء، ولينا كنسرع على المازوط حنايا وكارثه عظمى. الله الله يحفظك. ما كاينش عندك تشوف الاقبال، ما كاينش حتى في الطريق راه ما كاينش بنادم. يلاه وكتلقى واحد غادي مثلا الخنيفره ب 40 درهم تيقول لك وعندي 10 درهم ولا 15 هي اللي عندي في جيبي، غتخليه ما يمكنش غادي تخليه. والكوسه انا خاوي ندير تقول لي غير يا شدنا داك الكوسه الله يطيح لينا. تنديرو 3 ميل 300 الي روتور، ودابا ولينا كنديرو 8 ميل 8 ميل وما كتكفكش بولا شاعله والله العظيم. وكان البلان تيدينا وتيجيبنا، وحاليا ما بقيناش، ما بقاش يدينا حتى داك المازوط اللي كاين، ما بقاش خاطر كيما في الاول، ولا بحال الا غير البرد ولا كيطير. وكان المازوط كان مدهون شي شويه، فيه الزيت، فيه المسائل، تيختار شي شويه ما تيتكلش. ودابا بحال الا وليتي داك داير داك سون بلومب، داك ايسان سون بلومب، ودغيا كيطير والله العظيم.